المرأة المصرية وهي محور حديثنا اليوم في اليوم العالمي للمرأة وفي شهر المرأة. ودلوقتي في مصر المرأة المصرية بتعيش عصرها الذهبي، مبادرات مختلفة لتمكين المرأة سياسيا، تواجدها في مناصب قيادية، تمكينها اقتصاديا، تمكينها اجتماعيا، وتقديم الرعاية الصحية ليها من خلال مبادرات صحية طول الوقت بتستهدف صحة المرأة، صحة الجنين، الصحة الإنجابية، الكشف عن مرضى سرطان الثدي والأمراض المزمنة وغيرها، لأنه صحة المرأة المصرية والمصريين عموما هي من أولويات الدولة المصرية. النهاردة هنتكلم عن مبادرة صحة المرأة المصرية اللي هي تحت مظلة 100 مليون صحة منذ انطلاقها في 2019 حتى اليوم، اللي تم فيها إيه أشكال الدعم اللي تقدمت للمرأة المصرية وإزاي فرقت في حياة الأسر المصرية بشكل عام، لأنه المرأة هي عمود وأساس الأسرة المصرية. أرحب بضيفي الكريم الدكتور أحمد مرسي، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة. صباح الخير يا دكتور، أهلا بحضرتك. طيب حضرتك، شرفنا بيك. شرف لينا طبعا يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب وكل مصر بألف خير. مبادرة صحة المرأة، نذكر السادة المشاهدين كده بانطلاق المبادرة وكانت بتشمل إيه في البداية قبل ما نخوض في تفاصيل ما تقدمه المبادرة من خدمات للمرأة المصرية. المبادرة انطلقت في شهر 7/2019. السيد رئيس الجمهورية وجه بالدراسة وبدء العمل في يوم المرأة العالمي 8/3/2019، وقدرنا نبدأ بعديها بحوالي 4 شهور. مبادرة صحة المرأة بتشوف صحة المرأة بشكل عام، وبتهتم بموضوع مهم جدا في صحة المرأة وهو سرطان الثدي. بنشوف برضو الأمراض المزمنة، السكر، الضغط، السمنة، وبنهتم جدا بالصحة الإنجابية. وإن شاء الله في الفترة القادمة هنبدأ يبقى جزء من الاهتمام، لأن دي استراتيجية الدولة، ولأن ليها أهمية كبيرة جدا على المجتمع كله، مش على المرأة بس، هو الصحة النفسية. ده موضوع مهم جدا هنوصل له ونتكلم عنه بالتفاصيل. عدد السيدات اللي تم فحصهم في هذه المبادرة منذ انطلاقها واللي تم اكتشاف عندهم سواء بقى سرطان ثدي أو أمراض مزمنة. تمام، احنا قدمنا الخدمة ل 33 مليون سيدة. ال 33 مليون سيدة او ال 33 مليون زيارة دولت لحوالي 20 مليون سيدة. بس اهم معلومة في الموضوع ده ان في سيدات جت السنة الثانية في ميعادها والسنة الثالثة في ميعادها. دي مهمة جدا، لان ده المتابعة الدورية، الكشف المبكر الدوري، وده بيدل على ان الثقافة بقت موجودة، وان الوعي عالي جدا، واللي احنا شفناه ان الوعي عالي جدا في الاقاليم وفي الصعيد اعلى بكتير من المدن. ودي حاجه من الحاجات اللي احنا برضو ما كناش متوقعينها خالص، ومهم قوي ان احنا نشتغل عليها. يعني قد ايه اللي تم اكتشاف اصابتهم بسرطان الثدي، وخاصه لما بنتكلم على اهميه هذه المبادره، لانه المرض ده لما بيتم اكتشافه في مراحل مبكره تكون فرص العلاج والشفاء اعلى بكتير. عشان كده مهم ان كل سيده تروح تكشف وتطمن على نفسها في مبادره بتقدم الخدمه دي، سواء الكشف او العلاج بشكل مجاني. قد ايه اللي تم اكتشاف المرض عندهم وخضعوا للعلاج؟ احنا اكتشفنا من خلال الكشف المبكر على 18,000 سيده ما كانوش عارفين خالص، وما كانش عندهم اي شكوى. ودي النقطه الجوهريه، انك لما بتلاقي بالذات، يعني طبعا ده في جميع السرطانات، لكن في سرطان الثدي نسبه الشفاء لما بتلاقي المرض بدري بتوصل ل 98%. يعني اي سيده هيتم اكتشافها بدري هيتم الشفاء من المرض تماما، وفي خلال 5 ل 6 شهور هينتهي من حياتها. وده الجزء بقى النفسي اللي هنتكلم عليه بعد كده، انه ازاي الست تبقى عارفه انها هترجع لحياتها تاني، واسرتها تبقى عارفه انها هترجع لحياتها تاني في خلال 6 شهور فقط. لكن احنا في العلاج، احنا بنعالج حوالي 75,000 سيده، لان في العلاج احنا بنعالج كل سيده عندها المرض، هي من حقها علاج مجاني في الدوله، سواء في التامين الصحي او نفقه الدوله او التامين الصحي الشامل. وكلهم بيبقوا يتم توعيتهم في المبادره عشان يبقى فيه معلومات واضحه تبني عليها وتاخد عليها القرارات، فتبقى القرارات ليها مرجعيه، ما تبقاش يعني اراء. نعم، والصحه النفسيه وواحد من يعني الطرق المهمه جدا والمؤثره في العلاج والتعافي من مرض السرطان، خاصه واحنا في 8 الصبح يعني استقبلنا هنا في الاستوديو عدد من السيدات الحالات اللي كانت مصابه بالسرطان وشفيت الحمد لله. ولكن دعم الاسره النفسي، في بعض الحالات للاسف الزوج بيتخلى عن زوجته اول ما بيعرف ان هي مريضه بالسرطان، ايه شكل الدعم النفسي اللي بتقدموه من خلال المبادره للسيده اثناء فتره العلاج؟ يعني اول حاجه في الدعم النفسي ان احنا نشوف مين اللي محتاج الدعم.
والاحتياج للدعم ما بقاش فقط للمريضة، هي المريضة دي فرد في أسرة، الأسرة دي فيها أم وفيها بنت وفيها زوج وفيها ابن. فالفكرة في الدعم النفسي بيبدأ في أول خطوة إن الكلمة اللي هي اسمها سرطان ثدي مثلا دي ليها مفاهيم مختلفة عن الواقع. يعني سرطان الثدي مرض مش سهل طبعا، لكن هو أصبح مرض مزمن لو ما بيتعالجش، و98% من الحالات بيتم الشفاء تماما لو اكتشفت مبكرة. فدي مثلا معلومة لو السيدة أنت عرفت توصلها لها في وقت التشخيص بتفرق جدا معاها، الأسرة بيفرق جدا معاها. زي ما حضرتك قلتي جزء أصلا من إن إحنا نعمل التمكين إن إحنا نكلم الراجل، الراجل لازم يفهم إنه مش مع إن ده مش تشخيص ينهي حياة المرأة كمرأة. لكن في بعض الأحيان لو المرأة بتتعرض أو بتحتاج استئصال أو العلاج الكيماوي اللي بيؤدي لتساقط الشعر، أحيانا الزوج ما بيصمتش إلى جانب زوجته. ده أكيد، بس مثلا بما إن حضرتك اتكلمتي في الموضوع ده، هو حوالي 70% من الحالات بتحتاج علاج هرموني فقط بعد الجراحة. عشان كده الاكتشاف المبكر شيء مهم جدا، يبقى هي مش تاخد كيماوي اصلا، يبقى ما فيش شعر هيقع، مفيش ومفيش. الاستئصال للثدي اصبح بنسبه تتعدى دلوقتي الحمد لله ال 55% في الدوله، في جميع مصر من اسوان لاسكندريه استئصال الثدي بيبقى استئصال جزئي، وبيتعمل حاجه اسمها ريكونستراكشن او ما يسمى بالتكميل للثدي، هو مش تجميل هو تكميل للثدي. يعني قصدي احنا لو قابلنا سيدة كان عندها سرطان ثدي بعد 3 او 4 سنين ممكن ما نعرفش ان كان عندها سرطان ثدي، وهو مدة العلاج بتبقى 5 لـ6 شهور في المبكر، في الحالات المبكرة المرحلة الأولى والثانية، وبينتهي الموضوع ويبقى متابعة دورية. فده مهم جدا يعني. طيب فيما يخص بقى الصحة الإنجابية، وده ملف مهم جدا، وأظن إنه أصعب ما في ملف الصحة الإنجابية هي الثقافة العامة طبعا. عند الأسرة بشكل عام، مش طبعا. عند الأم ولا عند الأب طبعا. وعند الزوجة والزوج بس. إيه الخدمات اللي بتقدموها في هذا الملف في إطار المبادرة، وإزاي قدرتوا تستهدفوا الوعي ونرفع درجة الثقافة عند الأسر المصرية بهذا الخصوص؟ يعني هو طبعا النقطة اللي حضرتك قلتيها دي مهمة جدا، الوعي زي ما بقول لحضرتك إحنا بنكتشف ان المجتمع عنده وعي اكتر من ما احنا متخيلين، لكن جزء اساسي في الوعي هو الاعلام وانك ازاي بتوصل الرسائل دي. ده موضوع مهم جدا يعني. الصحه الانجابيه ليها جزئين، جزء ليه علاقه بالتعامل مع الزوج، وجزء ليه علاقه بصحه السيده الجسديه، وجزء بسيط الاخر اللي هو ما يسمى باستخدام موانع الحمل، والهدف منه هو تنظيم الدوره الصحيه للمراه. يعني ان انا مثلا النهارده ابقى سيده احمل 3 أو 4 مرات ورا بعض، ده مش احسن وضع ليا كسيده ولصحتي. فده الهدف بيبقى جوه قصه الصحه الانجابيه. وايه الخدمات اللي بتتقدم من خلال المبادره؟ احنا اهم خدمه هنبدا الفتره الجايه نشتغل عليها هو ان احنا نبدا نتكلم في الجزء اللي عادة المجتمع ما بيحبش يتكلم فيه أو بيتجنب الكلام فيه، اللي هو العلاقة إزاي إحنا نرتب صحة السيدة النفسية جوه موضوع الصحة الإنجابية. إيه الخدمات الأخرى اللي هتتقدم فيما يتعلق بالخدمات الصحية المتعلقة بالمرأة في إطار هذه المبادرة خلال الفترة المقبلة؟ تمام، إحنا يعني نقدر ندعي الحمد لله إن ما يخص سرطان الثدي وما يخص الأمراض المزمنة احنا قدمنا الخدمات متكامله زي احسن بلد في العالم. وجزء من القصه دي هو دايما تطوير بروتوكولات العلاج سواء الجراحيه او العلاجيه، لان طبعا العلاج الكيماوي جزء لكن ما هوش الاساس في العلاج الفتره دي. من الحاجات المهمه جدا في التطوير القصه دي هو تطوير منظومه العلاج، ان دايما يبقى في اجهزه متاحه، ان يبقى في دكاتره واطباء ومتخصصين متاحين من الوادي الجديد لسينا، من أسوان لإسكندرية. وده طبعا تحدي شديد. ما هو الوحدات الصحية يعني الوحدات الصحية في المناطق اللي زي القرى أو الكفور، مصر فيها 5400 وحدة صحية. احنا بنشتغل في حوالي 4000 منهم، ال 4000 اللي احنا بنشتغل فيهم فريق اسمه فريق المبادرات، مش بيشتغل بس للمبادرة دي، بيشتغل لجميع المبادرات. الوزارة عندها أكتر من 16-17 مبادرة كلها بتمس أمور صحية هامة جدا للمواطن. في حاجات للأطفال، في مبادرات كتيرة جدا للسيدات، وفي مبادرات للرجال، واحنا هنبدأ مبادرة إن شاء الله
لباقي الأورام الفترة القادمة كمان. يعني أساس الخدمة دي بتبقى في الوحدة الصحية. الوحدة الصحية هي أقرب نقطة للمواطن، هي بتمثل نوع من أنواع النادي الاجتماعي، في دور ما يسمى الرائدة في الوحدة دي، هي همزة الوصل قوية جدا ما بين الوزارات عامة، مش وزارة الصحة بس، والمواطنين بتروح تعمل طرق أبواب، بتروح تقابل الناس، بتروح تقول لهم الخدمات دي بقت موجودة، أنت عندك ميعاد دلوقتي تعملي تطعيم، عندك ميعاد تعملي فحص، عندك ميعاد إنك تيجي تكشف. فالوحدة ليها دور مهم جدا، والحقيقة محتاجة تسليط دور عليها أكتر، لأن الفريق اللي في الوحدات بيشتغل بقوة وما بيأثرش، لكن على قد دوره. الوحدة مش مطلوب منها انها تقدم كل الخدمة الصحية، بس ده مجهود، ده مجهود مهم، انه احنا مش بس المبادرة بتستنى السيدة هي اللي تبادر وتروح للوحدة الصحية، وانما الرائدات الريفيات واللي بطرق الابواب او مبادرات طرق الابواب، عشان هي احنا اللي نوصل للناس. وده ياخدني للحديث عن القوافل الطبية، لان القوافل الطبية بتنطلق بشكل دوري في محافظات ومناطق نائية وقرى ونجوع وما الى ذلك، وبتقدم خدمات خاصة بالمرأة، يعني خدمات شاملة لكل أفراد الأسرة، لكن أيضا بتخص المرأة. يعني مش كل سيدة عندها القدرة إنها سواء الوقت أو الجهد إنها تقدر تيجي للوحدة، ومش كل سيدة تقدر توصل للوحدة، فإحنا بنشوف الأماكن اللي فيها المشاكل دي وبنروح لهم إحنا بالقوافل. إحنا عندنا يعني مصر من الدول القليلة اللي عندها عيادة متكاملة لفحص سرطان الثدي، عندنا 12 عيادة، وعندنا 12 عيادة من يعني من فترة كبيرة جدا شغالين في مصر كلها، بيروحوا الوزارات لأن السيدات العاملات غير قادرين إن هم ينزلوا يروحوا الوحدة، بيروحوا المصانع، بيروحوا الشركات الكبيرة المالتي ناشونالز في مصر، بيروحوا القرى، بيروحوا الأماكن النائية، وبيروحوا الأماكن اللي فيها خدمة بس فيها يعني قوائم انتظار طويلة، فبيروحوا يساعدوا عشان ننهي قوائم الانتظار. الحمد لله إحنا يعني بعد 3 سنين بندعي إنه منظومة علاج سرطان الثدي في مصر من أقوى المنظومات في العلاج، الحمد لله. شكرا على وجودك ضيفي الكريم الدكتور أحمد مرسي، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، على كل التفاصيل اللي أطلعتنا عليها. شكرا على مجهودكم اللي أنتم بتقوموا به في إطار دعم صحة المرأة والمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، وأكيد الحديث مستمر طوال هذا الشهر عن المرأة المصرية، الخدمات اللي بتقدم ليها، مكتسبات المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة وأنه 2021 كما أعلنوا الرئيس عبد الفتاح السيسي هو كان عام المرأة المصرية، وما قبله وما بعده بتستمر المكتسبات اللي بتحصل عليها المرأة المصرية. كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير. بعد الفصل هسيب حضراتكم مع حوار خاص أجراه زميلي أحمد صلاح مع الفنانة الشابة إلهام عبد البديع، هنتابع الحوار وأشوف حضراتكم مرة تانية بعد ما نتابع هذا الحوار الشيق.